السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم في قناه بشرى شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. ولا كنت اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد، طبعا فضلا منكم وليس امرا. وما تنسونيش من اللايك والتعليق الزوينه ديالكم اللي دائما كتشجعني. أول خروج اليوتيوبر باتول أخت اليوتيوبر براء أم أموني على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما علنت بالخطأ عن وفاة ابن أختها. كتقول: اللهم إن لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. دعواتكم ليه بالشفاء العاجل، الله يشافيه ويشافي جميع المسلمين. شكرا لكم خوتي على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.